السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الان هو العدو رقم واحد لجميع المجتمعات. نعم. العدو رقم واحد لاش، لان المعادن الثقيله توجد في المضافات الغذائيه، وكاين واحد شي حاجه كيزوقوا بها العيالات. نعم. الحلويات كتبان يعني عندها اللون ديال الالومنيوم، كتبان يعني بحال ذاك الطلاء الاسنان، كيصايبوا بها الحلويات، كيصبغوا بها الحلويات. نعم. هذيك ملون. نعم، ملون من الالومنيوم، هذا هو المشكل. هذا اي نعم، خاص الناس يبقاو يردوا البال، لان النساء كيبقاو يزوقوا الحلويات ويزوقوا الاكل، ولكن كيزوقوه بالسموم. ولكن دكتور راه كاع النساء ما تيعرفوش هاد المعلومات. نعم، حتى هذاك الصباغه ديال الشفاه، صباغه الشفاه يعني خطيره. مواد التجميل. نعم، صباغه خطيره جدا. هاد الاشياء اللي كيديروها النساء في الابط ديالهم اللي ضد العرق، ضد التعرق، هذه فيها معادن ثقيله خطيره. كاين النساء اللي عندهم مشكل من هاد المسائل، وخاصهم يعرفوا بان الابط هو يمتص، ماشي كيرمي بسرعه. نعم، يمتص، والشعر يمتص. نعم، الجلد كيخرج ولكن الشعر كيمتص، وعكس تماما. نعطيك مثال، صباغه الشعر. الشعر نعم، صباغه الشعر مسموح بها مره في السنه. نعم، وليس مسموح بها اكثر من 5 مرات في العمر. لماذا؟ لان الشعر كيدخل اشياء سامه وهي تتراكم في الجسم هذه. نعم. وهذه الصباغه ديال الشعر هي معروفه، هذو تحتوي على ماده خطيره، تانتر كابيلار. نعم. معروفه انها سرطانيه وانها خطيره هذه. لا هما نشرت العديد من الابحاث في هذه. ولذلك هذا السي عبد السلام راه باقي ما جاوبناش. الاسم الكريم عبد الله، المملكة العربية السعودية. نعم سعودي، طريقة الكلام ديالو. انت سعودي ولا مغربي؟ لا انا سعودي، لكن المغربي في طريقه في العيش يعني. نعم. اذا مرحبا بك. السعوديه من اي مدينه؟ الرياض. اذا اهلا بك، تفضل. الله يخليك، بركات برنامجكم واصلا عربي السعوديه والحمد لله. جزاك الله تفضل من الله. عندي 4 اسئله اذا تسمحون. مرحبا، تفضل. السؤال الاول، انا تكلم الدكتور في البرنامج في حلقات ماضيه عن الجلوتاثيون والانستين 60 والالفا لوبيك اسيد. نعم. والمواد اخرى اي دي تي اي و... نعم. والمهم المواد الاولى الثلاثه، هل بامكان اخذهم تقنيه الليبوزمول او الليبوزمول كذا؟ نعم نعم. هل المقوله اقوى او لا؟ نعم مسموع 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 مسموع. نعم حلو. السؤال الثاني، تكلمون الاطباء الامريكيين عن بيكربونات الصوديوم الخالية من الألمنيوم في طرح المعادن الثقيلة، هل صحيح أو لا؟ نعم جيد. نعم. السؤال الثالث، أنا عندي 3-4 حشوات. نعم. زئبقية. نعم. من 13 سنة أسنان، حشوات أسنان، ومن 13 سنة ومتحللة، والأسرة تطبخ بالألمنيوم. نعم. أنا عمري 26 سنة، من كنت صغير تطبخ بالألمنيوم، فعندي تسمم. نعم نعم، خير ان شاء الله. فهل بامكان استخدم الاشياء الثانيه ذكرها، الاي دي تي اي وال ان شاء الله ان شاء الله. السؤال مسموع ومفهوم ان شاء الله. السؤال الرابع، السؤال الرابع ان شاء الله. السؤال الرابع اذا ممكن. نعم تفضل. هل باعتبار ان الزئبق والالمنيوم معادن فيما اظن انها تحمض الدم، هل الانسان لو استخدم المياه المتاينه اللي لها ادويه، طبعا انا عندي جهاز في البيت. نعم جيد. هل عندها قدرة أن تطرح معادن ثقيلة أو لا؟ نعم نسمعها جيد. وهل تقتل تبيد البكتيريا الحميدة لو أخذتها في إن شاء الله خير مثلا بي اتش 10 أو 11؟ جيد جيد. لا مرحبا، إذا شكرا للمستمع الكريم من السعودية. هذه الأسئلة مهمة جدا يعني جدا، والحمد لله هي غدت، لأن كاين معلومات كثيرة، وربما بعض المعلومات يعني بكثره المعلومات ربما بعض المعلومات ما انتبهش لها، وكيف ما كان الحال فانا مخلوق يعني في الانسان مطبوع بالنسيان اكيد. وملي كيكونوا اسئله كيذكرونا كنزيدوا نتكلموا احسن. فالاخ الكريم هذا الاستاذ ديالنا من السعوديه الذي يعيش على الطريقه المغربيه، يعني انا فهمت يعني من الاول. لا جيد هذا. فهو كان استمع للحلقه ديال هذه القضيه المناعه، ولذلك كنعطيو المعلومات للناس اللي عندنا في المغرب، وكذلك الناس اللي برا، كاين اللي قادر يشري هذه الاشياء، عنده فلوس وقادر يشريهم وهي موجوده في السوق، لما لا؟ علاش ما نوريوش؟ نعم. هما المهمين الاثنين هذو، الليبويك اسيد، الليبويك اسيد والجليثاثيون. نعم. هذو كيرفعوا من المناعه لدرجه ان الالمانيين كيحقنوهم.
كيحقنوا هاد الاشياء، كيعطيو حقا كاع يعني لهذا. هاد الاخ ديالنا من السعوديه ممكن ياخذهم اذا كانوا موجودين في السوق، ياخذهم عليهم. كيفيه الاستعمار كتكون مكتوبه على هذا وهي ليس فيه مخاطر، غير ما يكثرش منهم، لان كميه قليله هي كافيه جدا. هذه الجلوتاتيون والليبويكو، ما كاينش غير الجلوتاتيون والليبويك اسيد، يعني اذا كان الطبخ ديالو يعيش على الطريقه المغربيه. نعم. الجلوتاتيون والليبويك اسيد موجودين في كل الاشياء الطازجه. نعم. يعني الخضر والفواكه طبعا نستهلكها طازجه، ما عندنا مشكل، ولكن كل الخضر الطازجه هي فيها هذه الاسباراجوس، هذا الاسباراجوس يعني هذا السكوم، وكاينه موجوده يعني في الخرشوف، وموجوده حتى في الاوراق الخضراء هذه. الجرجير وما الى ذلك، انا كنظن ان عندهم في العربيه السعوديه الجرجير، الجرجير موجود في مصر، معروف في مصر هذا. واللي عندنا احنا المقابل ديالو حب رشاد في المغرب، يعني تقريبا نفس هذا. الحب رشاد تيتكال اوراق كذلك، احنا كناكلوا حبوب، ولكن الحب رشاد ممكن يتكال كذلك اوراق، لان في اوروبا كيعملوا سلاد، هذه سلطه من حب رشاد الخضر، وفيه الجلوتاتيون ملي، وكذلك يوجد في لما نستنبت الحبوب، يعني نعم. لما هذا الجيرمز اللي كنبت القمح وكنبتوا مثلا شعير وكنبتوا هذا، كيكون فيها هذا الجلوتاتيون. ف يعني اظن ان هذا السؤال الاول، يعني هذا الاخ من السعوديه ممكن عشان هذه الاشياء ياخذها، ويعني مش بالضروره يكثر باش يطرح السموم الجسم ديالو. ثم ان الكربونات، هذه الناس كيتكلموا على الكربونات، هو المياه الغازيه الطبيعيه. نعم. هي كتسمى هذه الكربونيتد، هي مياه فيها كربونات، ما عندنا مشكل. الناس اللي كيشربوا المياه الغازيه هي كافيه جدا لهذا هذا الجسم. اللي بغى يعمل هي البيكربونات، مش الكربونات، هي البيكربونات. نعم. يعني هي الان اي اتش سي او 3، هذه اللي كدار في الماء. نعم ممكن، مش انا اظن مش ضروريه يعني، ولكن خير ان شاء الله اللي حب يستعملها لملا. نعم. المشكل الكبير اللي عند اخينا من السعوديه هو هذه الحشوات، لان الحشوات مع الاسف يجب الا يعني هذه يجب الا يحاول نزعها. نعم. يعني يتركها هناك، لا باس اذا كان هذه الاشياء يعني تبلع على شكل يعني بي على شكل اثر، ماشي غادي يعني. ومن بعد الجسم يطرحها. نعم. يعني ماشي خطر هذه الحشوات اللي كاين. عليين ما يقدر يعمل شيء مع الاسف. هو قال تقريبا 16 سنة كانوا مازال يعني هذو الاطباء الاسنان يخدموا بالميركوري، هذا الزئبق. نعم. ثم بالعكس ممكن يحبس هذا الطبخ في الالومنيوم، وكذلك التعليب في الالومنيوم، لان نعم. النساء الان ولاو كيديروا الالومنيوم فويل، هذا الورق الالومنيوم. نعم. وهذا هو العلين وزائد، لا ما انا لا ادري لماذا هاد النساء هادو يلفوا الدجاج في الالومنيوم ثم يعملوه في الفرن، لماذا؟ ثم حتى اللطا، هادو الاشياء اللي كيخبزوا فيها الحلويات، ما عرفش لماذا يفرشون هذا البيبر، هذا الالومنيوم فويل، هذا لماذا؟ انا اقول لماذا؟ لو ربما باش ما يتلصقش، ربما هذا هو الفكره اللي كاين. لا عليين وكاين ورق، كاين ورق خاص بالطبخ، لان حتى هذو اللي كيعطوا بعض الوصفات ديال الحلويات وديال الاشياء هذا كيتكلموا على هذه الاشياء التي تستعمل للحلويات، يعني لا مازلنا كنسمعوها، لان القوالب ديال الحلويات مناش، واش من الطيفلون ولا من الالومنيوم، حتى القوالب ديال الحلويات دابا مشكل. الطيفلون يعني تيكون دائما ملازم للمعادن، الطيفلون يسبب سرطان البنكرياس، هذه معروفه ثابته، حمض الطيفلونيك، لان الطيفلون كيعطي حمض الطيفلونيك باش ندقوا في الامر، وحمض الطيفلونيك معروف على انه علاقه كوريليشن ديال اكثر من 90% مع سرطان البنكرياس هذه. وسرطان البنكرياس يعني من اللي بداوا الاواني بكثره ديال الطيفلون، سرطان البنكرياس ارتفع. نعم. سرطان البنكرياس ارتفع كذلك مع المبيدات، سرطان البنكرياس ارتفع كذلك مع التغير الوراثي. نعم. فيعني انا اعزي كما قلت قبيله، عندنا عوامل، نعم عوامل كثيره، مضافات غذائيه، وعندنا المبيدات، وعندنا، ولكن الان كيبقاو واحد الان اللي هلك البشريه على وجه الارض. نعم. هما المعادن الثقيله فيما يخص الكيمياء. نعم. والتغيير الوراثي فيما يخص البيولوجيا. فهاد العاملان هادو يعني ممكن يسببوا يعني امراض في هذا المجتمع، هذه حتى 90% ولا اكثر في المئه ديال هاد الناس، يعني هاد المجتمعات غادا تكون مريضه. غير هو كاين اللي عارف المرض وكاين اللي ما عارفش المرض، هذا هنا تما فين كيبقى الفرق. ثم يعني هذا الاستاذ عنده جهاز، اذا كان عنده جهاز تصفيه
الآن كاين أجهزة تباع، ما أظن واش وصلت للسعودية ولا لا، ولكن حتى المغرب ما فيش، مازال ما وصلت، ولكن إن شاء الله ستصل. كاين هناك الآن بدأت صناعة كيبيعوا قطارات الماء، الديستيليتر. نعم. وعلاش هنا ديستيليد واتر، هذا الماء المقطر. نعم. هو حاليا غادي نرجعوا للناموس الكوني ان مياه الامطار هي احسن المياه. نعم. لقدرنا هذه المياه هذه يعني ناخذوها في شيء اناء نقي وجيد وما يكونش السماء ملوثه وكذا، هي مياه المياه التي تنزل من السماء. نعم. يعني حتى القران دائما وننزل وانزل هو الذي انزل وما الى ذلك، فالمياه أنزل من السماء ماء مباركا، هذه المياه المنزلة من السماء هي مياه مباركة، وهذه المياه اللي كنت أنا وصيت حتى الإخوة اللي كيديروا الرقية من الأحسن. نعم. يستعملوا مياه الأمطار. نعم. هذه يكون أحسن منزل. فهذه هي أحسن المياه، هي المياه الأمطار، يعني هذه اللي جاية من السماء اللي ممكن الناس ياخذوها، ولكن ما تكونش السماء ملوثة وما يكونش في المدن، لأن المدن غادي ياخذوا فيها ديوكسينات وغادي ياخذوا فيها، باش نوضحوا للناس، إذا كان في البوادي ولا في مناطق نائية والجو جيد وينتظروا يعني الأمطار الأولى والثانية والثالثة. نعم. ما ياخذوا من اللي السماء كلها تنظف، ياخذوا هذه المياه هذه ويخزنوها. نعم. عندهم ممكن ان شاء الله تكون جيده، ولكن هذه قطاره المياه هي غادا تعطينا ديستيلد واتر، هذا نعم. الماء هذا غادي يساعد كذلك على طرح كميه. نعم. لا ماشي مصفى، مقطر. مقطر يعني هو. نعم. غادي يكون بيور. ما بين تصفيه. نعم. غادي يكون بيور واتر، هذا غادي يكون. نعم. هذا، فهذه كذلك هذه الاجهزه هي جيده. وحتى هذه المصفات اللي عندهم الناس اللي كي عندهم مصفات في المنازل ديالهم يستعملهم، لانهم كيزولوا واحد نسبه كبيره من هذه المعادن الثقيله موجوده في الماء. لاحظوا على ان الماء يعني كيتغير الطعم ديالو، هذا يعني على ان الاملاح زالت بما في ذلك كالسيوم يعني. نعم. هذا والصوديوم والبوتاسيوم معادن اخرى، ف يعني جيده هي يعني لا باس، لما لا. لكن كيبقى كما قلت ان الضربه القويه الان في جميع المجتمعات، يعني انا كنتكلم كما قلت نحن نتكلم عن الانسان، حتى الاطفال الصغار الان، الاطفال الصغار عندهم ستوميك اوبست، عندهم واحد المشكل على مستوى المعده. المعده نعم. انزعاجات كثيره في الجهاز الهضمي، هذه جايه من المعادن الثقيله. علاش؟ لانهم كيشربوا مشروبات في هذوك العلب القصديريه اللي مصنوعه من الالومنيوم ولا من التيتانيوم. هذا تقدر يكون. لكن اللي تيقولوا لها الكانت. الكانز هادو يعني مصنوعين من الألمنيوم، والأطفال كيشربوا كثير. أعلم أن في دول الخليج الآن الأطفال كان الله في عونهم، كان الله في عونهم أطفال الخليج. لماذا؟ لأن يكثرون من هذه المواد الصناعية. طبعا سيأخذون مضافات غذائية زائدة، سيأخذون محليات سويتنرز عوض سكريات. السكريات ليست خطيرة، من يقول سكريات خطيرة فهو لا يعلم شيئا في علم التغذية. السكريات ليست، هي خلقها الله. السكريات التمر والعسل والفواكه سكريات جيدة للجسم، والسكريات الصناعية التي نعملها في الشاي هي سكر مستخرج من قصب السكر ومن شمندر، هي خلقها الله. لكن السكريات الكيماوية هي لا تسمى سكريات، الأمريكيين واضحين كيسميو سويتنرز. والسويتنرز وليس سكر، لأن في الجليطامات والأسبارتات، هذا الأسبارتام والسيكلامات والطوماتين وحتى السكراينة، فهذه منتوجات خطيرة. نعم. هذه منتوجات غادي ياخذوا حلويات، وغادي ياخذوا يعني كانديز، وغادي ياخذوا علاكات، اشياء هذه محلات بهذه المواد. يعني علي الناس كان عليهم شويه وضعوا على الاخر، يعني الله سبحانه وتعالى ادانا عقل، لا لازم نخدموا بهذا العقل. كيف يعني يعقل على انك تقرا على علكه او تقرا على مشروب غازي انه بدون سكر، يعني شوغر فري، ثم لما تشرب فهو حلو؟ ما هذا المذاق الحلو؟ الصانع يكتب شوغر فري ولا يكتب لايت ولا دايت؟ لما يقول الصانع بانه شوغر فري يعني بها سكر طبيعي جميل جيد. نعم. الذي لا يسبب ضرر. نعم. ثم يعمل لك سويتنرز وسكر كيماوي هو الذي يحدث الالزايمر والباركنسون. نعم. هذه، فهذه الاشياء لازم الناس يفهموها، لان حان الوقت الان، يعني نحن في القرن 21، فخص الناس يعرفوا هذه. ما انا كنشوف برامج يعني هذه الفضائيات، ملي سمعت الخبر الناس كيتكلموا على الكوليسترول، انا قلت لهم ولو فضائيه أوروبية، ولو هذاك السيد انه طبيب اوروبي، ولو انه اقضى عمره كله في الطب، فلما يتكلم عن الكوليسترول فهو يجب ان يدقق في الامور. نعم. الكوليسترول الحميد نعم جيد للجسم، لكن الكوليسترول الخبيث يبقى مخرب للجسم، باش نوضحوا للناس.